الآن كان، وهذا تحدثنا عليه منذ أشهر عديدة، وقلنا بأن على المجلس الدولة ومجلس النواب الاتفاق على قاعدة دستورية، ولكن للأسف الشديد كانوا دائما بعيدين كل البعد عما يجري وما يقوم به المجتمع الدولي في هذا الشأن. الاجتماعات الآن المرتقبة هي اجتماعات مدروسة، هي اجتماعات أتت يعني بعد اجتماعات تم التمهيد لها في عديد اللقاءات. وسبق الحقيقة وأن نوهنا بأن المجتمع الدولي جاد في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا، وجاد في مسألة إيجاد حل لليبيا ولليبيين. ولكن وكما ذكرت، مجلس الدولة ومجلس النواب دائما بعيد عن كل هذه النصائح، بعيد عن كل هذه المجريات التي يعمل عليها المجتمع الدولي. اليوم نحن نتحدث عن حزمة من القرارات المهمة، هذه القرارات صدرت بعضها تحت طائلة الفصل السابع، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأيضا لا ننسى القرار المهم أيضا، قرار 2656 الذي نصت فقرته الرابعة على مسألة تشكيل قيادة جديدة، هذه القيادة ستكون برعاية المجتمع الدولي، وستكون هذه القيادة قيادة موحدة وقيادة قوية، قيادة وطنية ترعى مصالح الليبيين وتحافظ على عوائد النفط، وتقوم بمسألة تنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والتمهيد والإشراف على الانتخابات. وبالتالي منذ يعني صدور هذا القرار، وهذا تحدثنا عليه أيضا منذ صدور هذا القرار على قناتكم، بأن المجتمع الدولي جاد بشكل كبير على مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا. إذن الآن كل هذه الشائعات التي يلوح بها الطبقة السياسية هي شائعات عارية تماما عن الصحة. اليوم 22 سيكون اجتماع لمجموعة 3+2، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ويوم 23 ستلتحق تركيا ومصر لأجل يعني إطلاع دولة تركيا ودولة مصر على ما تم الاتفاق عليه.